أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم من يقول هذه العبارات: لو كان الربا حراما كان غير موجود، ولو كان الدخان حرام كان ما بيع في المحلات؟ هذا لا عبرة بكلامه، هذا يظهر أنه مخبل، هذا يظهر أنه مخبل. الربا موجود وهو حرام، والدخان موجود وهو حرام، كل المعاصي موجود، المعاصي كلها موجودة وهي محرمة، إبليس موجود وهو عدو لله، فوجود هذه الأشياء لحكمة من الله سبحانه وتعالى، لأجل الابتلاء والامتحان، ليتبين من يطيع ممن يعصي، فالله أوجدها لحكمة وهو الابتلاء والامتحان. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض يخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فوجود الأشرار ووجود المحرمات ووجود المعاصي هذا لحكمة من الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يتميز أهل الإيمان من أهل النفاق وأهل الكفر، ولو لم توجد هذه الأشياء ما صار لأحد ميزة ولا تميز هذا من هذا. فالله خلق الخير وخلق الشر لحكمة منه سبحانه وتعالى. نعم.